بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن تتأكد أنه الناس يخذوا البصل عصير، عوضوا به الكورتيزون، عوضوا به الانتي انفلاماتوار، عوضوا به الانتي بيوتيك، عوضوا به كثير من المواد اللي الناس تستعملوها ولكن ما تعطيش النتيجة، لدرجة يضطر الطبيب أنه يطلع في لي دوز، يطلع في المقادير. انتبهوا معي الآن، وصفة عطات نتيجة خارقة جدا. البصل عصير وغادي نستعمله مع الماء اليوم، ولكن غادي نعلمكم تستعمله في عدة أساليب متميزة تتسمى تنويع أساليب الاستعمال، هي مادة واحدة ولكن تنويع أساليب الاستعمال تخليك تكون في واحد القوة والحضور اللي فيه التميز. إذا عصير بصل تناخذوا آلة تعطيوها البصل تعطينا ماء، تتسمى هي عصارة وتتمي تتخلي السائل نحيده من المادة الصلبة، أو تلحقوها حق ونخلطوها مع الماء ونصفيها ونشربوها. أش لقينا؟ لقينا عصير البصل إلى حد الآن، عصير البصل مع الماء تنغليه الماء باش نحيده منه المواد الكيماوية بحال الكلور بحال عدة مواد سامة نتيجة العلاج الماء باش يكون صالح للشرب. أنا كاين قانون ديال الاو ام اس المنظمه العالميه للصحه نقدروا نهضروا عليه من بعد. حنا تيمنا نغليو الماء او ناخذوا ماء معدني ونغليوه كذلك ونخلطوا مع معلقه كبيره حتى جوج معالق تاع الماء كاس كبير. اذا جوج معالق ديال عصير بصل كبارين مع كاس الماء مغلي، وتناخذوا قبل الافطار خمسة دقائق، قبل الغداء، قبل العشاء، قبل النوم، وكنت ناكلوا اكل يكون نقي بلدي والتركيز على السمك والطاجين افضل. هذا الاسلوب ديال الماء والبصل كثير الناس ملي خداوه اول شيء لاحظوا الناس وتخفيض الوزن. اذا تنتخلصوا من الوزن بطريقه ميسره، حيت القاعده عندنا في تخفيض الوزن ما هي؟ هي ازاله الدهون الزائده، وهذه الدهون الزائده الكبده تجتهد باش تخلص منها، الجسم تجتهد باش يتخلص منها، ولكن حنا ما تنقوموش بالدور اللازم. فالماء والبصل تجي تطرد، وكل الشهادات تاع الناس اللي خداوا الماء والبصل تتحيد الكوليسترول من الجسم وتتخفض الكوليسترول. ما معنى الكلام؟ اللي عنده الكوليسترول هذاك حمق، ما تيعرف ياكل، ما تيعرف يلقي جسمه، ما تيعرف انه يتعامل مع جسمه. وكل ما الناس اللي تياخذوا الكيماويات لازاله الكوليسترول من الجسم فما حيداش من الجسم، حيدا من الدوره الدمويه، ولكن تتمشي للكبد. هذا باتفاق الباحثين، باتفاق الاختصاصيين في الصيدله. اذا حنا نقول عصير البصل معلقه كبيره حتى الجوج مع كاس كبير ديال الماء مغلي، قبل له اكل 5 دقائق حتى 10 دقائق، ولما لا قبل نص ساعه ما عندناش مشكل. احسن ماده علاجيه لتخفيض الوزن. والناس ياخذوا الماء والبصل، الناس خفضوا السكري، شوفوا بهالطريقه البسيطه خفضوا السكري. اذا واش حنا ملي تشوفوا الماده طبيعيه وتتعمل 5 درهم ممكن 10 درهم للكيلو تنحقروا؟ علاش تنحقروها؟ حيت الفلوس ما غالياش، او تنحقروها حيت هي بصل موجود، او تنحقروها حيت حنا ما تنحبوش البصل. علاش نحقروها؟ هذا هو الجهل المركب. كاين اشاعه انه الطبيعي خصو مقادير، ولكن مني تناخذوا عصير البصل اللي هو مالوف مولفينو تنعرفوا المقادير ديالو شحال خصنا ناكلو في النهار، ثم تنعرفوا جوده البصل، واش البصل تاع وادلاو هو البصل ديال 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 نواحي مكناس وفاس، هو البصل ديال مناطق معينه. هكذا تبدا تتفننوا في النوعيه ديال البصل، وما عمش بقيش واحد يجي يضحك عليك يقول البصل الخامج ياكلوا ليا، لا، حيت عندنا البصله تنعرفوا لها. حتى البصله المقادير كيف قلنا النوعيه والكميه، هنا لقينا على انهم تنحترموا القواعد الاصل يمكننا ننجحوا بالطريقه الصحيحه. اذا هذا الماء والبصل خفضوا الناس به السكري، من بعد ثلاثه اسابيع اربعه بدا السكر ينزل، من بعد الاستعصاء على تخفيض السكري. ثانيا الماء والبصل الناس خفضوا به السكري، خفضوا به الوزن كذلك، خفض ثلاث سلوات طلعت هائله. ثلاثه الماء والبصل في اوروبا عيطوا لنا ناس اللي كان عندهم مرض جلدي خارق والشامبينيون في الظفر والظفر تيترس، ثلاث اسابيع من بعدها الناس ما بقاش يطيح لهم الظفر. بمعنى تمكننا نعالجوا به الظفر تيترس واحد، تمكننا نعالجوا به الشامبينيون في الظفر، تمكننا نعالجوا به حتى الظفر تيكون ضعيف او مسوس، يمكننا نعالجوا به ليس فقط نعالجوا به حتى كثير من الامراض الجلديه اللي الناس يعانيوا منها
ومنها الاكزيما اكلا ماء وبصل 4 مرات في اليوم. الطريقه اللي تكلمنا عليها يمكننا نعالجوا كثير من الامراض الجلديه من الاكزيما ومن البسورياسيس ونجاو وشهدوا الشهادة على انه 3 à 4 semaines باي باي البسورياسيس. شحال تكلف الدواء ديال البسورياسيس وشحال المعاناه تاع الناس مع البسورياسيس، ثم انه تيرجع لكن عن طريق الماء والبصل يمكننا نرجعوا ونستعملوا بكل ما احتاجنا بالطريقة الميسرة. ما معنى الكلام؟ معنى الكلام أنه الناس اللي تقولوا لنا طبيعي عندكم منه ما تنجحوش، هوا الدويات والمختبرات والأبحاث العلمية والأموال الهائلة ما كيش نجاح، احنا تنجحوا من الأولى في الكلام ويحال يكون قريب للناس الناجح بالطبع حتى نعرفوا البداية المشكل ما هي ما هو، ثانيا المراحل اللي قطع منها والتمارين اللي تندوزوا مع المريض باش ننزلوا من المعنويات نعلموه المقادير ونعلموه كيف انه يسير وكيف يصبر ويعرف التحاليل مع الطبيب ديالو بالطبع والفحوص مع الطبيب نعرفوا فين وصلنا، حيت كاين المرض اللي تقدر ياخذ لنا 3 أسابيع يقدر ياخذ لنا 3 سنين. وهكذا لقينا العمليه العلاجيه تمات. وهكذا تنقولوا يا ناس ما تبقاوش تخافوا من الماء والبصل لانه سيد. نحكي لكم قصه اخرى. تصوروا دابا طفل عنده 5 شهور في لاكلينيك داروا له عمليه وطلعت له الحراره 42 درجه، يعني حاله خطيره. الطباء داروا خدمتهم ما استطاعوش يهبطوا الحراره، والوليد عنده 5 شهور بيبي عطيناه حمام البصل عوض نشروا له البصل مادام بيبي، عطيناه غلينا الماء واحد 3 لتر مثلا دفات حكينا البصله عصير خلطناها وغسلنا له به نص ساعه ما بقاش عنده المشكل ديال 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 الحراره طالعه، لان قدرنا نضبطوا الحراره. اذا استعملناها شراب بالنسبه للناس الكبار او استعملناها حمام بالنسبه للبيبي في جنيف فرنسا كثير من المدن الاوروبيه وداخل المغرب الناس خذوا الماء والبصل الاطفال الصغار للبيبي عطات نتائج خارقه، ليس فقط المشكل ديال الحراره الحمى طالعه كذلك في الامراض الجلديه والاكزيما. وهكذا يمكننا نشتغلوا ونفعوا بعضياتنا، ما بقاش نخبوا العلم، ما بقاش نخبوا على الناس، ما بقاش نخلعوا الناس من الماء والبصل. بنيت عندها 18 سنة عندها الباك، هذه السنة هذه بدات تاخذ الماء والبصل 3 مرات في اليوم. الغريب في الأمر كان عندها فشل كلوي أكثر من 4 سنين، ملي بدات الماء والبصل كدير من الطونسيون تاعها 17 تقدرت 14 عباد الله، وبدات تبول بعد 3 أسابيع. معنى الكلام ممكن نعاودوا نشطوا الكلى. عندي قاعدة أقولها كل أمراض المستعصية الماء والبصل هائل جدا. قاعدة ثانية كل الأمراض ديال المناعة الربو ضعف تاع الجسم والتوازن الهرموني عند النساء كثير هذوك كلهم الماء والبصل تيعاود يعطينا نشاط للجسم ومناعة متميزة. ما بقاش محلو في الفشل الكلوي، ما بقاش محلو في السكري، ما بقاش محلو حتى في التوازن الهرموني. كثير الناس خذوا الماء والبصل رجعت لهم الدورة الشهرية في التمام والكمال بعد 3 أسابيع. والسيدة عندها 40 سنة الرجل غادي يطلقها لأن الوالدة عندها خمجة، خذت الماء والبصل 3 أسابيع 3 مرات في اليوم ما بقاش المشكل والولدة تطلقات. ما معنى الكلام؟ كنا لكم تنفعوا ونفعوا بعضياتكم ونصحوا بعضياتكم وعيشوا خفاف طبيعيين بدون معاناة والحمد لله رب العالمين.